الشافعي فيه موهبة جواه، راس ماله في الدنيا دي صوته، واللي يحب يقول الله ويلف قلبه في ملكوته. النقشبندي زمان وطبار مدارس اتعلم منها، في ناس كتير قوي سبقونا بنبص للدنيا بعينها. ادي حكاية جيل ورا جيل، وقصة على طول متعادة، والشافعي منشد صوته جميل، ومصر دايما ولادة. اهلا 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 أهلاً وسهلاً. أهلاً بيكي. ازيكم؟ خير الحمد لله. ازيكم؟ سنكم صغير يا جماعة، أنا قلت منشدين دينيين هيبقوا أكبر من كده. الله يخليك. بس أنتوا كبار في المقام. ربنا يخليك. تعالوا بقى نتكلم في موضوع الإنشاد الديني، نقعد قعدتنا الحلوة. ميرسي والله إن أنتوا مشرفين. لا ربنا يخليك يا رب على الاستضافة الجميلة دي. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. بالصحة والسلامة. الله يخليك. عرفونا بقى من نفسكم حد حد، أنت مين يا مصطفى؟ أنا اسمي مصطفى الشافعي، عندي 25 سنة، خريج كلية تربية نوعية جامعة عين شمس، ومنشد ديني وملحن. منشد ديني وملحن، وحضرتك؟ اسمي عبد الرحمن غانم، خريج كلية آثار جامعة القاهرة، بعزف على آلة الناي والكولة، وعندي ورشة لصناعة آلة الناي والكولة. عازف ومصنع لآية الناي والكولة. بالظبط. وحضرتك؟ أنا عمر قط، 22 سنة، خريج كلية زراعة قسم هندسة جامعة عين شمس، منشد ديني وعازف إيقاع. اشرح لي ده ازاي؟ هو الانشاد والايقاع بالنسبه لي هم هوايه، مش يعني مش كارير بالنسبه لي. طب والزراعه قسم هندسه دي بتشتغل بيها ايه؟ ممكن اشتغل اي حاجه في اقسام الهندسه العاديه عادي، ممكن ميكانيكا او كهرباء او مدني او معماري، بالاضافه بقى للحاجات بتاعت هندسه المزارع والحاجات دي. جميل، وانت ناوي تشتغل في المجال ده؟ انا بشتغل بالفعل في بتشتغل المجال. بالفعل في المجال ده. وانت يا مصطفى، الكليه بتاعتك اللي هي تربيه نوعيه دي، المفروض اتعلمت ايه؟ بتطلع ايه يعني؟ انا خريج قسم تكنولوجيا التعليم. تكنولوجيا التعليم ده احنا بندرس فيه اغلب البرامج اللي هي في الكمبيوتر وكده، زي مثلا الادوبي وما تفرع طبعا. بس كليه التربيه هي بتطلع معلمين. بالظبط. أيوة. بالظبط. في اي مجالات بقى التربيه النوعيه دي؟ انا يعني في مجال الحاسب الالي. انت بس الكليه نفسها بتدرس؟ الكليه نفسها بتخرج من مثلا مدرس حاسب الي، مدرس مزيكا، مدرس رسم، مدرس حاجه اسمها اقتصاد منزلي. جميل. وحضرتك دراستك، انا ليه بسال الاسئله دي؟ عشان انتوا كلكم في الاخر فنانين، فانا عايزه اعرف الدراسه بقى ليها علاقه بده ولا لا؟ طبعا. الموهبه دايما ممكن تختلف عن المجال الدراسي نفسه. الدراسه ممكن تبقى عن حب او عن كارير في البيت مثلا، ممكن يبقى في البيت اثروا عليك نوعا ما ان انت تخش كارير معين او دراسه معينه، تطلع دكتور زي والدك مثلا. ولكن الهوايه بتبقى اللي هي التحقيق الشخصي او التحقيق الذاتي للشخص نفسه. انا بحب المزيكا مع اني درست اثار، ومرمم، انا مرمم ترميم اثار، يعني انا مرمم تحف اثريه، ممكن اشتغل في المتحف، ممكن اشتغل في اي بس اماكن. بس واضح ان انت شاطر بايديك، عشان كده عرفت تبقى مرمم اثار او صنعت اله، فده راجل حريف بايده. المهنيه في حد ذاتها هي موهبه من عند ربنا، زيها زي المزيكا، مش اي حد ممكن يشتغل طبعا بيها. نرجع بقى للانشاد الديني. انت يا مصطفى كونت فرقه، مع ان انت سنك صغير قوي على انك تكون فرقه دي. يعني انا بدات في مجال المزيكا بشكل عام بالتحديد في 2012، يعني كان عندي 15 سنة. بدأت غنى في فرقة الموسيقار هاني شنودة، فرقة المصريين، وبعد كده قعدت فيها سنتين، وبعد كده اتجهت للإنشاد الديني. أسست فرقة اسمها وصلة سماع، كنت من ضمن مؤسسينها يعني، واستمرت فيها لحد سنة 2022. بعد كده يعني حبيت إن أنا أعمل مشروع خاص بيا، يعني أكون أنا مؤسسه وأنا بس اللي بغني فيه يعني وكده، لان كان وصل سماع انشاد جماعي. اشرحي بقى، انت بتصنع آلتين، الناي والكولة، صح؟ تمام. انت معاك واحد منهم معايا هنا؟ معايا الناي دلوقتي. طب ممكن اشوف الناي وتقولي انت بتصنعه ازاي؟ لا، هو عملية التصنيع. هلا انت معاك طقم نايات. طب ما تبقاش اناني، فرج الناس. تمام. هي النايات او الناي عامة ما يبقاش قطعة واحدة، هو في الاساس بيكون 7 قطع ل 12 قطعة، دي بتبقى طبقات صوتية، زي طبقتي انا دلوقتي وانا بتكلم، غير طبقة حضرتك، غير طبقة مصطفى، غير عمر، فهي دي اطوال النايات، دي طبقات موسيقية. يعني كل ناي عنده طبقة موسيقية مختلفة. خاصة بيه بالظبط كده. اوكي. تمام. صناعة الآلة نفسها هي بتاخد مراحل كتير جدا، لان ده اسمه في مصر هنا اسمه الغاب او البوص، ولكن في دول الخليج بيسموه القصب البري، عشان هو اجوف من الداخل، ما فيهوش الياف. بس هي عملية صناعته بتاخد من حوالي من 3 ساعات ل 4 ساعات للقطعة الواحدة.